بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مشاهدينا في بقية أفكار، النهاردة هنعمل شنطة جميلة قوي، عبارة عن مزج بين حاجتين، الخياطة بالقماش وكمان الشغل بالكروشيه. بعمل لها باترون سهل وبسيط جدا، عبارة عن مستطيل طوله 89 سنتي، عرضه 56 سنتي، وبعدين بقسم المستطيل ده على 2 بالشكل ده اهو، وباجي هنا اقيس 11.5 وهنا 11.5، واعمل خط بالطول والقماش او البطرون بتاعي على الورق متني، وفي المنتصف هنا بقيس 5 سنتي وخمسة سنتي عشان المسافة دي تطلع لي 10، لان هو ده الجزء بتاع قاعدة الشنطة، وبقص بالشكل ده. هنا في الجزء ده انا بدوره برسمه بالطبق، وهتشوف ده في الباترون الاساسي الكبير، احنا بس بنعمل مع بعض نموذج مصغر. ده فكرة الباترون لو انا عملته على القماش اهو، نموذج مصغر برضو، هاتني القماش وهاخد الطول ده بقد المسافة دي مرتين، يعني دي 23 دي 11.5، والجزء ده 5 سنتي والقماش متني، وهقص كده اهو، بقى بطرون الشنطة بالشكل ده. كل الفكرة ان انا هاجي اخيط ده كده واحط ده عليه بالشكل ده، دي الفكرة الاساسية كده اهو. هاجي الناحية التانية هعمل بالعكس، يعني هخلي ده من الناحية دي اهو، وده من فوقه من هنا، وهدبس هيطلع عندي شكل الشنطة ده. طبعا انا بخيط، برجع اخيط القاعدة هنا كأجزاء مع بعض اهو، بخيط هنا وبخيط هنا. ده فكرة بسيطة بس ازاي بنعمل فكرة الشنطة، لكن هنشوف ده عملي على الباترون جزء جزء في التنفيذ. ده شكل البطرون اللي انا صممته على الورقة اهو، بحطه على بطانة القماش، بطلعه على البطانة الاول وبعمل الحواف بتاعتي واسيب مكان الخياط. زي ما قلنا الطول هنا عندي 23 سنتي، هنا 23 سنتي، انا لما بنفذه بنفذه فالورقة هي متنية، يبقى دايما معايا بالشكل ده. لو انا خدت الطول ده وسميته من هنا لغاية هنا ايه، طوله 23، يبقى ده نص ايه، 11.5 وهو متني. بعد كده بفرده واحطه على القماش وعلى البطانة، وكمان هعمل طبقة تالتة من الفازلين المقوي.
كده لزقنا الوزن على القماش بتاع الشنطة، هنحط عليه البطانة بالشكل ده. هنبتدي نخيط، هنبتدي نخيط من أول هنا، دوران لغاية هنا من الناحيتين، الناحية التانية زيها لغاية هنا. احنا كمان هنركب الجيب الصغير ده على بطانة الشنطة من الداخل، يعني البطانة هخيطها هنا قبل ما اخيطها في الشنطة. هجيب العدلة بتاعتها كده وببعد 3 سنتي من القاعدة تحت و5 سنتي من الجنب، وبثبته هنا كده. وبعد ما بثبته انا ببتدي اخيط الشنطة هنا. صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا اوريكم دلوقتي ازاي احنا بنعمل الكروشيه مع القماش. عشان اعمله انا بعمل بحتاج ان انا اعمل بإبرة الخياطة العادية صف غرزة من البطانية على القماش، لان إبرة الكروشيه مش هتدخل في طبقتين من القماش عشان انا اشتغل بها بشكل مباشر على القماش. فاحنا هنشوف ده دلوقتي مع بعض في الجهة التانية اهي. الإبرة العادية هبتدي طبعا من هنا شوية، سيب 2 سنتي عشان ده للخياطة لسه. اهو هخلي الفتلة اللي جاية من القماش فوق الإبرة، ودي هجيبها من تحت لفوق واشد. اهم حاجة ان انا امشي مسافات متساوية اهي. الفتلة دي فوق ودي من تحت لفوق. بعد كده انا هرجع اشتغل بإبرة الكروشيه هنا لان دي سلسلة. هخلص كده ونبتدي مع بعض الكروشيه. ابتدينا احنا اول صف في الكروشيه بالابره، كله عباره عن اعمده، لكن طبعا عشان ده بيعتبر دايره وقطرها كل ما بتكبر في القطر لازم الاتساع بتاعها يزيد، فانا بزود العدد بتاعي. فانا بدل ما بعمل كل هنا واحد عمود بعمل عمود عمود عمود، وفي الرابعه بعمل 2. ده النظام اللي انا بعمله عشان ما يحصلش فيها انحناء. يعني هو كان هنا في 2، بدي 1 2 3 تحت الفتلة اهو، ادي عمود في نفس المكان عمود تاني، وهمشي كده لغاية اخر السطر. كل ما اعمل 3 اعمدة الرابعة اعمل فيها 2، ادي 1 2 3، ادي الرابع عمود وادي العمود التاني. ده الشكل اللي هنمشي بيه الاول لاخر نص القطر بتاعي او نص الدارة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده وصلنا لاخر نهاية الصف الاول. هنبتدي الصف التاني. هنبتدي ازاي؟ هعمل ارتفاع سلسلة فوق 3 وهقلب الشغل الناحية دي. هبتدي اعمل اول عمود وبعدين هعمل 1 سلسلة وهمشي هنا، هسيب الاولاني ده
والتاني، وفي التالت هعمل عمود، وبعد ما اعمله ارجع اجيب في اللي قبل منه عمود، يديني شكل عمودين كروس كده مع بعض. بعدين اعمل واحدة سلسلة وراح اسيب ايه، ادي 1 2 3 في التالت هعمل عمود، بعدين اللي قبل منه هعمل عمود تاني، واحدة سلسلة واحد 1 2 3 عمود، وبعدين العمود اللي قبل المكان اللي قبله هعمل عمود. بعد كده هعمل سلسلة وهاجي هنا اسيب 1، وفي التاني هنا هعمل عمودين في نفس المكان، دي 1 ادي 2، ده الزيادة بتاعت فرق القطر بتاع الدايرة بتاعتي دي عشان ما يحصل لهاش تقوس لما اطلع فوق. هعمل سلسلة برضو واحدة، وهبتدي تاني اعد 1 2 3، هروح في التالت اعمل عمود وكروس في العمود اللي قبل منه اهو، يبقى انا بعمل 3 كروس وواحدة فيها عمودين. هنشوف ده كده مع بعض، سلسلة ادي 1 2 3، ادي عمود وكروس في اللي قبل منه عمود تاني، واحدة سلسلة 1 2 3 اهو عمود، في اللي قبل منه عمود، واحدة سلسلة كده. انا وصلت للزيادة، هسيب واحدة في اللي بعدها اعمل عمودين في نفس المكان، وهكرر الكلام ده لنهاية الصف. يبقى انا بعمل 3 كروس ودايما بخلي فيه واحدة سلسلة هنا بين كل عمودين، 3 كروس وواحدة فيها عمودين، 3 كروس واحدة فيها عمودين لغاية نهاية السطر. وصلنا احنا كده لنهاية الصف الثاني. هنبتدي الصف الثالث، هبتدي ارتفاع العمود برضو 1 2 3، اقلب الشغل الناحية دي. هنا هاخد الكروس بقى عمود من العمودين دول مع اللي قبل منه، فانا هبتدي اهو 1 من هنا، الكروس في العمود اللي قبله ده، هعمل سلسلة 1 2، وهو هاخد من ده وبين ده، بين ده وبين ده، فحاجة هنا اخد 1 اهو، وارجع اخد الكروس من اللي قبل منه 1 2 اهو، هاخد هنا وهنا، هاخد هنا الاول وارجع اخد هنا، واحد اتنين اهو، هاخد هنا وهنا، واحد اتنين هنا عمود، هرجع اخد اهو شكلها، هكمل لآخر السطر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا طبعا عملنا الصفين، 3 صفوف في جزئية الكروشيه دي، هنبتدي اخر صف هنا، بان انا بعمل في كل عمود هنا نص عمود، وفي هنا بين دي وبين دي بعمل منزلقة لفة اهي، وهنزل نص عمود، واحدة تانية نص عمود، فكده هنزل هنا اضم الاتنين دول مع بعض واجيب منزلقة اهي، لفة تانية العمود اللي بعده نص عمود، نص عمود، هكذا اجيب لفة لحم هنا نص عمود،
نص. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هفتح هنا بالمقص لغاية ما اوصل للركنة دي بالشكل ده. انا بعد كده هخيط دي كده، هحط دي كده الاول وبعدين دي كده، هخيط هنا تمام، وهعمل الناحية التانية زيها. دلوقتي انا هعمل الايد، انا خيطتها هنا الاول وقفلتها وبعدين عدلتها بالابرة بهذا شكلها. هبتدي ادخل الحبل بتاعي هنا. احنا كده دلوقتي ركبنا الحبل داخل الايد واشتغلنا صف هنا بالخيط بالابرة العادية بغرزة البطانية. دلوقتي هنشتغل عليها الحافة، الأخيرة، وأنا هو هدخل الإبرة هنا هسحب الخيط أول واحدة كده، بعدين هعمل هنا عمود نص عمود مرتين، أدي واحد أدي اتنين، اللي بعدها هعمل عمودين واحد. دلوقتي احنا هنعمل الايد مع بعض. احنا قفلنا الشريط وعلى المكنة وعدلناه ودخلنا جواه الحبل، بعد كده عملنا صف بغرزة البطانية بالابرة العادية. دلوقتي هنعمل الشكل ده على الحواف. هنعمله ازاي؟ انا عندي 3 اعمدة بشتغل فيهم، ده 2 نص عمود، ده 2 عمود بلفة، ده 2 نص عمود. هنشوف ده مع بعض. ادي اول مكان فيه 2 عمود نص لفة، بعد كده عمود بلفة الثاني، بعدين هنا 2 نص لفة اهي، بعد كده هنا 1 حشو، بعد كده 1 منزلق، وهبتدي الفكرة تاني. يبقى هنا 2 نص عمود، اللي وراها 2 عمود بلفة،
وراها 2 عمود، نص عمود، بعدين 1 حشو، بعد كده 1 منزلق، وهكمل كده لغاية نهاية الإيد. أنا هبتدي أخيط الجزئية دي هنا والناحية التانية برضو بالشكل ده. بعدين انا بثبت في البطانة بس عشان الخياطة متظهرش من الناحية التانية، لفت كده خفيف. هكمل للآخر. انا هخيط من هنا لغاية هنا عشان اترك ده كمان جيب ممكن احط فيه الموبايل. وهعمل الورود بتاعتي اهي، وردة كروشيه ان شاء الله هعملها معاكم. هركب هنا وهنا وهنا، وهنركب واحدة هنا وواحدة هنا على الإيد. احنا كده بنركب الإيد نثبتها كويس. هنا أركب الوردة بتاعتي. هثبتها الناحية التانية. هركب كده تانية والعكس. دي شنطتنا بعد ما خلصت، ده شكلها. هنا طبعا فيها جيب من جوه، في جيب احنا رئيسي عملناه، في جيب من الناحية التانية وزيناها بالورود.
اتمنى انها تعجبكم وتنول رضاكم وتفهموا من الشرح ازاي تعملوها وتنفذوها. ويهمني ان انا اشاهد واقرا ارائكم في الموضوع. سبسكرايب من فضلكم ولايك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع اطيب تحياتي رؤية.